المقاومه. هكذا قرأنا منذ أن كنا طلاب ابتدائية في المدارس، واللي قرأناه في الابتدائية اللي القراءة اسمها هذه ما كان اللي كاتبها عراقي، اللي كان كاتبها ساطع الحصري أبو خلدون، مو أبو خلدون، وتسمى القراءة الخلدونية. هو هالشكل تعلمنا احنا، وتعلمنا هذا الكلام، والنظام ما كان جمهوري، وكان صدام حسين طالب ابتدائية صغير. أول ما تعلم أنه العرب أمة واحدة، وبلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. هذا هو كان نشيدنا في المدارس. إذن هي ليست نظرية، وإنما هو واقع، أنه هذا الواقع يوصف في مرحلة بكيف وفي مرحلة أخرى بأخرى، لكن هو واقع، هو واقع. عندما نقول نحن جزء من أمة اسمها الأمة العربية، يترتب هذا علينا واجب، ولنا في هذا حقوق. هل يريدون بسبب غلطتهم بل جريمتهم الكبرى أنه اغتصبوا أرضنا وانتهكوا حقوقنا في فلسطين بسبب هذه الجريمة، هل يريدوا أن ينكروا علينا حتى القول بأننا أمة واحدة؟ أمة واحدة.